مساء الخير اعزائي مشاهدي ومتابعي برنامج حكايات مصريه. النهارده بنتكلم معاكم مع الكاتبه والمتالقه الاستاذه هويده. معايا النهارده منوراني ومعايا صديقي الاستاذ خالد عقل. والنهارده هنتكلم عن روايات. الروايه معانا اللي هنتكلم فيها اوقات عاصفه. اوقات عاصفه ومعانا بقايا جراح. النهارده معايا الاستاذه المؤلفه والكاتبه الروائيه الاستاذه هويده عامر. اهلا وسهلا بيك يا استاذه هويده. ومعايا الاستاذ وليد. اهلا وسهلا بيك استاذ وليد، برضه ممثل. بنرحب بيكم. اهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبتي. عايزين نسال حضرتك ازاي بداتي وايه مشوارك حضرتك في بدايه ما بداتي في انت تكتبي. بدايه الكتابه بتبقى من فترات نقول ما بعد الطفوله بشويه. تمام. ولكن ما بتبدايش دخلتي ما تبقيش دخلتي في المرحله بتاعه اني انشر واني اطبع واني ابقى خلاص، يعني اعتبر ان هو مجال ان انا ممكن اسلكه فيما بعد. تمام. ولكن من فتره قريبه، ممكن من 5 سنين او من 6 سنين، ابتديت ان انا ابرمج ده في كتابات واطبعها وانشرها وادخل بقى مسابقات دوليه زي ما حصل. تمام. الروايه الاقرب لقلبك ايه؟ انا بحب كتاب اوقات عاصفه. تمام. كرواية. لأنه طبعا هو في أحداث كتيرة متشعبة وفي موضوعات كتيرة متنوعة. تمام. موضوعات مستمدة من الواقع، ولكن أنا بدي الكتابات بتاعتي طابع من الرومانسية شوية. تمام. يعني تضفي شيء من الجمال على الرواية. تمام. يعني الرواية بما أن أنت بتقعدي تكتبي بتكون لها أوقات معينة، ولا أنت في أي وقت مثلا تحبي تقعدي تكتبي الأوقات؟ اتفضل. مساء الخير عليك الاول وعلى المشاهدين. شرف كبير والله تواجدك الرائع معنا بجد. والله احييك واحيي الاستاذ وليد بجد. ربنا يخليك. حضرتك عايزين نعرف ونعرف الساده المشاهدين من هي هويده عامر الكاتبه المؤلفه يعني عرفي نفسك للساده المشاهدين وانت تحكي وعبر عن نفسك. اتفضلي. هويده عامر. تمام. هويده عامر، انا طبعا درست الادب الانجليزي وتأثرت جدا بكتابات شكسبير، وفي مسرحيات انا نفسي ترجمتها زي مثلا ذا ميرشنت اوف فينيس، وترجمت اميد سامر نايتس دريم. بس طبعا انا ما يعني انا ما عرضتش ده او ما اشتغلتش فيه، وانا الشهادات اللي حضرتك يعني برضك يعني والاحتفالات اللي انت حضرتك مسابقات. أيوة. انا عضو المنظمه العالميه للإبداع في لندن، وبرضو عضو لملتقى الشباب العربي برضو في لندن. جميل جميل. ما عرضتيش أي حاجة قبل كده؟ ما نشرتش؟ عرضتي حاجة قبل كده مثلا في مسابقات؟ في مسابقات يعني أنا كده. دخلت في المسابقة الدولية برضو، كان في عندي قصتين، كانت قصة هكذا أحيا وقصة. تمام. رسولنا قدوتنا كانت قصة دينية. تمام. دخلت بقى مسابقات برضو أخذت فيها شهادات تقديرية، واخدت المركز الثالث في المسابقه الدوليه للابداع في لندن. كانت قصه قصيره جدا اسمها سفير الصغير. أيوة. كانت خاصه بالسلام. ده بالسلام العالمي. قصه اوقات عاصفه. قصه بالسلام العالمي. لا 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 لا، ده دلوقتي لسه الفتره القصيره اللي احنا فيها دي. نرجع بقى للاستاذ وليد، نعرف ايه موهبتك ايه في التمثيل او ايه اللي بتحب تقدمه؟ موهبتي كانت تمثيل مسرحي، كان من حوالي سنتين ثلاثه كده. تمام. وبطلت الفترة دي عشان الثانوية العامة وكده، عشان المذاكرة اهتم أكتر بمذاكرتي. تمام. إن شاء الله أنا برجع على بداية الجامعة كده، ممكن أمثل في مسرح الجامعة أو فرقة خاصة. كنت بمثل مع أستاذ مخرج حسن بلبل. تمام. مخرج مسرحي. هو أصلاً أستاذ حسن ده تبع هنا في القاهرة ولا بيكون في عندنا في الإسماعيلية؟ بس هو بينزل. كمل سؤالي بس أكمل يعني سؤالي مع الأستاذة الدكتورة وأرجع لحضرتك. حاضر. بعد إذنك أستاذة سوزان. اتفضل. من أهم أعمال الدكتورة هويده عامر القصتين اللي هم بقايا جراح واوقات عاصفه. تمام. انا عايزك تحكي لنا شويه من اوقات. دخلوا معرض القاهره الدولي للكتاب 2020. جميل. هم دول الاثنين اللي تعرضوا في. بالظبط. عاوزين يعني كام روايه في القصه اللي هي كتاب بقايا جراح بيضم 13 قصه قصيره، هو عباره عن مجموعه قصصيه. ممكن حضرتك توضحيهم؟ هو يعني كل قصه طبعا ليها مسمى، لها اسم، وكل قصة بتتناول موضوع معين، بس هو طبعا مستمد من الواقع. جميل. يعني أغلب القصص بتاعتي أو الروايات بتاعتي مستمدة من الواقع، من حكايات بتحصل معانا كلنا يعني في رواية مجال العمل وممكن في مجال
اتفضل. كام روايه في قصه بقايا جراح؟ كام قصه قصيره في بقايا جراح؟ 13. ممكن اساميهم؟ هو في يعني في او بعض اسمائهم، بعض اسمائهم في احببت اميرا. جميل. في لقاء انفراء، في طيف الذكريات، في غفوه، في ذاكره مفقوده. تمام. الظل. الكاتبه هويده عامر. يعني صح. هل في احساس، يعني انا كله بنكمل بحاجات تانية بس في قصه بنحكيها من الواقع، في قصه كانت تمثل هويده عامر؟ في قصه هي انا كاتباها فعلا من حياتي، من حياه وايد عامر. فعلا. بالظبط بالظبط. لا هو في قصه بتحكي عن فتره في حياتي، عن طفولتك مثلا. هي قصه طيف الذكريات فعلا، دي انا جبتها من حياتي وحطيتها كده في الكتاب على طول. برضه وضح لنا بقى السيد المشاهدين ان بجد حضرتك كاتبه ونفتخر بيكي بجد وليكي كل التقدير والله. ربنا يخليك. وانت وجودك معانا قدام شاشه واحده وكاميرا واحده ده فخر لينا والله بجد. ربنا يخليك. يعني وضح لنا برضك بقايا جراح عشان احنا هنتكلم في اوقات عاصفه والاستاذه سوزان حضرتك هتقول، بس احنا عاوزين ايه؟ يبقى خلصنا قصه نقلب في الثانيه. احنا عايزين نسمعها يعني. اتفضلي. هي القصه اللي كانت بتتكلم عن وقت معين في حياتي، كنت لسه في فتره التين ايجرز دي والثانويه العامه. وكان حصل فعلا موقف، هو انا مصوره بالظبط في القصه، ان هو كان مخرج وجي صور عندنا فيلم في المدرسه اللي كنت فيها. تمام. وطلبني ان انا ادخل مجال التمثيل وكده، فلما رحت يعني البيت اتكلم مع والدتي ابتدوا يشوفوكي قالوا لك تمثيل. كان فيلم بيتمثل معانا عندنا في المدرسه، وكان جاي مخرج وابطال. وبعدين بمجرد ما شافني، طب انا عاوزك تدخلي في مجال التمثيل. تحدث يا استاذ سوزان قليلا مع الاستاذه والروائيه هويده عامر. اغلبيه القصص الموجوده من حياه هويده عامر. طب حلو جدا بجد. فانا بجد شرفني جدا والله ان انا اسمع منها شخصيا الواقع اللي هي كتبته من تاريخها ومن حياتها ونعرف سيد مشاهدين. بجد والله ربنا يخليك. ربنا يخليك حضرتك. واغلب القصص طبعا يعني مستمده من حياه اصدقائنا مثلا، جيراننا، مجال العمل. جميل. جميل. دي من حياتنا، انا بطفي عليها بس شيء من الرومانسيه، بحس ان يعني ادي صبغه للروايه، ما تبقاش حاجه جافه قوي يعني، تبقى فيها نوع كده من ان انا اجذب القارئ باسلوب كويس طبعا. بالظبط. هي بتجمل الموضوع، بتجمل الواقع يعني طبعا. الواقع ان انت عايشاها لمساها غير لما تكون بقايا جراح. في حاجه كده بقايا جراح. جراح راحت ودي البواقي بتاعتها. الاثار كل واحد فينا باشمهندس في جواه اثر، وبيمر بتجارب في حياته او بيمر بمواقف صعبه في حياته بتسيب جواه اثر. طيب. والاثر ده ممكن هو بقى يعني هو المفروض ان هو بيشكله. جميل. حسب ما يتراءى لي. انا لو انا عاوز الاثر ده يدمرني انا هخليه يدمرني. حقيقي. لكن لو انا محتاج ان هو فعلا اخليه دافع من جوايا لاني انا ابقى حاجه كويسه بعد كده، ولان انا احسن من نفسي واحسن من وضعي. طيب. انا هقدر اعمل ده. تمام. فده دي حاجه بتنبع من شخصيه الانسان. بتوجهي ايه رساله للشباب اللي هو مثلا مجروح، او اللي هو مثلا عنده مثلا حاجه في حياته او قصه مؤثره في حياته؟ اغلب الناس مرت بمواقف صعبه ومرت بقصص فعلا مؤثره جدا. كلنا مفيش حد حب اصلا ما اتجرحش. ممكن تكون اتجرحت. لازم اي حد لازم يتجرح. ممكن تكون اتجرحت طبعا، ولكن هو ده اللي انا بقوله. انا الحمد لله كل قصه بكتبها سواء قصه قصيره او روايه. تمام. انا بوجه فيها مورال معين ورساله معينه. بحب ده، بحب ان اللي يقرا يطلع بحاجه بخلاصه من القصه دي. انا بحب ده. فهو انا طبعا اي انسان مر بظروف صعبه ما احبش انها تبقى عقبه وتقف لي في طريق حياته، ويبتدي يفضل يفكر في اللي فات ويسترجع الماضي. حلو جدا ان هو يبدا حياه جديده ويبدا ان هو طبعا. لا انا اللي اقدر اعمله ان انا اخليها جوايا انا دافع، لان انا تخليني للاحسن. طيب. تدفعني للافضل. جميل. لكن جميل. ما اخليهاش ان هي تفضل تاثر عليا وانا اخد بقى الموقف السلبي وافضل حزين او افضل متاثر. انا اخد اللي حصل لي ده ان انا يعني حاجه تقويني دافعه للي جاي. طبعا دي حاجه طبعا. جميله جدا. طبعا. اسال بقى حضرتك بالنسبه للادوار، ايه الدور اللي اثر فيك او اللي حسيته وانت بتمثله؟ كان دور طفل سن الاعداديه تقريبا، ما كانش بيتحدد بالظبط. كان في مسرحيه اسمها العنف ارهاب. مسرحيه العنف ارهاب كانت بتوضح التنمر من بدايه البيت، من اول ما الطفل اتولد لحد المدرسه لحد الجامعه الكليه للشارع اللي بينزلوا يتعامل مع الناس. تمام. وبرده في نفس الوقت
بعد كده يعني الموضوع ده بيولد كره وبيولد عنف، تمام؟ فالعنف ده بيعمل مشاكل بعدين، ممكن المشاكل تتحول لارهاب او لا، كمان لما يكون انا حد بيتنمر او في تنمر على شخص معين او شخص ما، اكيد هو بيبقى كاره حياته. لا، فده احنا دايما نقول لا للتنمر. أيوة يعني طبعا بلاش حد يتنمر على حد او حد يجيب سيره حد، لان يعني دي عاده سيئه اصلا. يعني يا ريت كل حد لو الزملاء تنمروا على بعض ممكن الولد يقول انا مش رايح المدرسه تاني، فعلا ويتعرض لموقف الرب ياثر نفسيا عليه. أيوة. اكيد صح. تمام. فالمسرحيه بتشرح الموضوع ده من الاول جداً خالص على فكرة. والمشهد اللي انا كنت بعمله كان مشهد تراجيدي، كان في المدرسه. الطفل بقى هو بيعاني من التنمر وبيجيب ناس تتخانق مع اللي بيتخانقوا، ومواضيع كبيره جدا وبتكبر، والموضوع بيكبر بعدين لمشهد بقى يعني اللي اتنمروا عليه ده كبر بقى حد كاره الدنيا، بقى حد هو الاستاذ وليد ده حابب عنده هواية التمثيل، حابب المجال تمام. لا وكمان بيمثلوا كمان حاجات واقعيه، يعني حاجات من الواقع، ان هما مثلا حاجه زي كده فعلا طبعًا بتحصل وما زال او مشكله نفسيه، حاجه ممكن حد هما بيناقشوها فعلا بالصوره دي وبيعرضوها على المسرح المسرحي واتعرضت لهم مسرحيه. استاذه فوزان يعني ده قاعد جنب الكاتبه يعني بسم الله ما شاء الله، احب ان اسال لك حاجه بسم الله ما شاء الله. دي مامتك بجد يعني، ربنا يوفقك والله بجد. طبعا بقايا جراح احنا هنتكلم فيها كتير وكتير، يعني من الدنيا في حالها خدت بالك بتحب تسمع بقايا جراح وايه السبب في بقايا جراح، وعندنا قصه تانية اللي هي اوقات عاصفه. تمام. ما هي الاوقات العاصفه في حياه هويدا عامر الكاتبه في حياتي الخاصه؟ كل الحياه لا تخلو من الاوقات العاصفه. الاوقات العاصفه، وكم روايه برضو توضح لنا وتوضح لنا؟ لا، هي اوقات عاصفه هي روايه واحده. جميل. بتضم عدد من الشخصيات. جميل. وبتتكلم عن موضوعات مختلفة. لو أنا مثلا في دكتور نفسي وبيجي لي بعض الأشخاص اللي عندهم معاناة. جميل. فببتدي أدي أقترح الحلول مثلا. معلش بس الوقت أنا أسفة جدا والله، بعتذر معلش. أنتظر احنا شوانك منك بجد والله. أنا كنت فاصل بس كده وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل إن شاء الله، انتظرونا. اتفضل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعايا النهارده الاستاذه سميره احمد. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. الاستاذه سميره مديره العلاقات العامه ومسؤوله عن التسويق في قريه كويلاند. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. أهلاً. ممكن تكلمينا عن القريه وايه هي المميزات اللي فيها؟ الحقيقه اول حاجه عايزه اقولها ان انا اتشرفت جدا جدا بالبرنامج. ربنا يخليك يا رب. بارك الله فيك ان انتوا خليتوني النهارده اتشرف باني اكون ضيفه معاكم. كل الشكر ليكم. تاني حاجه، قريه كوينلاند هي قريه كبيره جدا. تمام. على طريق مصر اسماعيليه الصحراوي قدام بوابه الشروق 2. هي على مساحه 35 فدان ما شاء الله. القريه ليها طابع ريفي لطيف قوي. تمام. وفي نفس الوقت ليها طابع مودرن. تمام. ده جزء وده جزء. البارت بتاع الطابع الريفي طبعا مساحات خضراء شاسعه. جميل. هواء صحي. تمام. جو نظيف. جو مشمس. المساحات متواجد قاعات افراح مؤتمرات كل ده متاح. يعني هو احنا ملاهي، يعني امكانيات كلها، قريه كامله متكامله. قرية كاملة صالحة لجميع الأغراض. مظبوط. يعني بجد دي بس سبيس أقول لحضرتك إزاي ده بقى. اتفضل. المساحات الخضراء دي طبعا ممكن بنعمل عليها صور قدامنا اهي. أيوة بالظبط. ممكن بنعمل عليها أفراح. تمام. ممكن بنعمل عليها باربيكيو. تمام. ممكن بنعمل عليها أعياد ميلاد. ممكن بنعمل إيفنتس للجامعات بقى وحفلات تانية كتير. طبعا. بلس كمان إن إحنا عندنا كافيه، في مطعم، في اكل شرقي. تمام. اكل ريفي، في كمان فلاحه بتقعد على فرن بتخبز بقى فطير مشلتت شغل بلدي يعني. البلدي. تمام. بقى وعيش مبين. وبعدين حاجته بيقعد على الجاردن وينزل الفطير بقى سخن نار كده وتشم ريحه الخبيز اللي هو حاجه قدام. يعني حضرتك في القريه كده عندي كل حاجه. تمام. كل حاجه كمان لو حضرتك اتاخرت في اثناء اليوم ومحتاج تبات، في برده اوتيل كده صغير، في رومز نظيفه كويسه تقدر تبات فيها لحد تاني يوم. بلس ان في برده بول لو حاجه في حد تاني يوم. بس طبعا حاجات مثلا تكون عائليه، يعني مثلا انا مثلا جايه مثلا في حاجه عائليه معايا اولادي ومعايا مثلا في رومز عائليه ممكن تاخد حضرتك واسرتك بالكامل. انا بس بسال علشان انت بتقولي في حاجات بتكون في جدول وفي حاجات عائليه، في الاثنين متواجد، كل حاجه هتلاقيها موجوده. كمان تصحي الصبح بقى تشوفي فيو من فوق رائع، مساحه كبيره جدا،
حاجه كويسه جدا على الشخص اللي من السياحه كمان، ودي حاجه كمان سياحيه منطقه سياحيه. في جزء اخضر، في جزء رملي، صحراء كبيره قوي، ارض بنعمل عليها كامبينج. كمان يعني الهواء طبعا بيكون نقي في الاماكن الواسعه. احنا كمان عندنا الجو في فتره زي دي طبعا الكل بيحب يروح الاماكن المفتوحه، اماكن مكان مفتوح بسم الله ما شاء الله، اماكن مفتوحه اكتر تكون احسن. ولا يا استاذه احنا بنحاول نطلع الناس من حاله الحزن اللي هم فيها، وبنحاول نساعد البلد ان الناس تبقى جميله طبعا، وكمان منطقه سياحيه كمان هي بصراحه ما كانتش. حتى لو تلاحظي احنا هنا في الكراسي والترابيزات في صوره ثانيه للكراسي والترابيزات في الاعداد العاديه. بس معلش هي من فتره قد ايه يعني بداتوا تعملوا تصميمات والشغل احنا موجودين بقالنا سنين طويله. تمام. وفي جست عارف القريه. تمام. بالفعل في ركوب خيل كمان صار. فيها خيل. القريه دخلتها عندك بجد. القريه رائعه جدا، غير بقى رحلات السفاري والقعدات البدوي والشاي. تمام. العربي وملاعب قدم وطايره وباسكت والعاب بينجو وبلياردو، حاجات كتير قوي. يعني حضرتك لو دخلتي معاكي اطفالك ومعاكي والدك ووالدتك ومعاكي مثلا اصحابك الشباب. تمام. كل حد لازم يستمتع. طب بالنسبه للخيل والصحراء، لو انا مثلا حابب مثلا اركب خيل او كده، بيكون في مكان واسع انا مثلا جدا في ركوب حر انطلق فيه مثلا في قلب الصحراء، تستمتعي بقى بالشمس ومنظر. تمام. الرمل، وبعد كده بتقعدي بقى في خيمه بدوي تشربي شاي عربي، تعملي باربيكيو، حاجه كده شبه البدو. معانا مداخله. استاذه سميه. ايوه سميه بالفتوح. اهلا وسهلا بيك يا استاذه سميه الصحفيه. استاذه سميه الكاتبه والصحفيه، اهلا وسهلا بيك يا استاذه سميه، نورتيني. الحمد لله يا حبيبتي. ازي حضرتك؟ الله يخليك. اتفضلي يا استاذه سميه، معاكي. انا مع حضرتك. معاك يا حبيبتي، اتفضلي. نورتيني باتصالك يا قلبي. يعني انا بشكرك على المداخله الجميله دي. ميرسي جدا يا حبيبتي، انت نورتيني جدا، وبحيي القناه. ميرسي يا بنتي. انت مذيعه جميله جدا. ميرسي يا يعني مش عارفه اقول لك ايه يعني. ميرسي يا روحي حبيبه قلبي، اسعدتيني والله يا قلبي. انا بحييك وبشجعك. ميرسي جدا، تسلمي. تسلمي لي يا حبيبتي، ميرسي جدا ليكي يا قلبي. ميرسي. اتفضلي. كمان عايزه اقول لحضرتك ان احنا لو احنا مثلا طب ممكن بس اسعار ثواني انا اتكلم بس اسعار متناول الجميع برضو بس كده. هنسال بس معلش ثواني عن بس حاجه بسيطه، عن بس الاسعار في متناول الجميع ولا هي اسعار صعبه؟ لا لا خالص، الاسعار رخيصه جدا فوق خيال اي حد. القريه قدام يعني حضرتك لو رحتي كافيه عادي او ريستوران عادي خالص هتصرفي اكتر بكتير من عندنا. ده حقيقي. اللي هو حاجات يعني حاجه كويسه يعني واسعارها حلوه. قريه كوينلاند. قريه كوينلاند يعني طريق مصر اسماعيليه الصحراء. وطبعا الاي كلاس امام بابا اتنين الشروق استاذه عشان بس برضك اللي ما يعرفش كوينلاند يعرفها، قريه رائعه. معلش فيها كل الامكانيات. فبجد يعني جو يناسب الجميع. اتفضلي. شكرا، متشكره جدا. عفوا، ميرسي. احنا سعداء والله بجد بلقائك يا استاذه والله. في رعايه الله، مع السلامه. شكرا.